موجود ده كابتن سيف ولضيوفك الكرام، معي المدرب الخلوق مدير الفني فريق اتحاد الشرطه كابتن فتحي مبروك، تحياتي الكابتن سيف والكابتن طارق يحيى والكابتن اشرف اسفلي. اهلا بيك واهلا بالكابتن سيف واهلا بالكابتن طارق يحيى واهلا بالكابتن اشرف قاسم ونجوم التحليل في استوديو الحياه. هارد لك، عملت مباراه النهارده تكتيكيا عاليه جدا، تعبت نادي الزمالك النهارده ويمكن كسبك 1-0 بالعافيه زي ما بيقولوا في الكوره. خارج مباراة الأهلي كان لعبتك متأثرة نفسيا، مباراة الاتحاد نسبيا كنت ماشي كويس جدا، النهاردة قدام الزمالك فالفريق بدأ يمشي على الطريق الصحيح ما عدا الفوز للأسف. ما هي دي المشكلة اللي احنا بنعانيها. يعني النهاردة قبل أنا مسك اتحاد الشرطة، فرقة اتحاد الشرطة معدل من السنة اللي فاتت للنهاردة 26 مباراة ما فازوش. فانا يعني بستغرب في العملية دي، انا بستغربها، يعني بستغرب في هذا التحليل، بستغرب اللعيبة ليه ما عنداش دوافع. يعني حتى النهارده كان عندي دوافع ان انا اكسب ماتش الاتحاد، كنت كسبان ماتش الاسماعيلي، كنت كسبان. فانا مش عارف، يعني مش عارف سر التعادلات الكتيره او سر الهزايم، انا مش لاقي لها تحليل لحد دلوقتي. ولكن التحليل اللي انا يمكن انا والجهاز الفني بنقول ان اللعيبه بتبقى قلقه، حتى ما بتبقى فايزه واحد او فايزه اتنين بتبقى قلقه جدا وتبقى متوتره وتبقى خايفه، وده اللي حاول بقدر الامكان ان احاول اخليهم يبقوا فيه جراءه شويه، ما يبقوش قلقانين. حتى لو كسبان ابقى جريء، هاجم، ما انكمش. يعني ماتش الاسماعيلي كسبان حصل انكماش، حصل ضرب الجزاء، حصل خطا دفاعي، اتعادلنا. ماتش الاتحاد نفس الشيء. فاللعيبه بقت في نفوسها دلوقتي ان هو مش مصدق نفسه ان هو كسبان. فدي ان شاء الله بنحاول بقدر الامكان، يعني نحاول بقدر الامكان نعالجها ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله. الزمالك متقدم عليك بهدف وبتسنتر، ولعيبتك بتسنتر وبتروح بتنفرد وبتضيع هدف ولا اسهل. جماهير الزمالك زعلت منك اللي كانت في المدرجات، ويمكن كابتن احمد حسام ميدو جيري على الحكم وكان زعلان مش عارف، البعض بيقول كانوا بيعزوا كابتن حازم امام او يعني بيرفعوا من روحه المعنويه، والبعض يعني ظلمك وانت حضرتك ما قلتش ولا العبه ولا قلت سنتره ولا حاجه. ده طبيعي من اللعيبه لوحديها على ما اظن، كنت شايف في عيني. لا انا ببص حضرتك، انا طبعا احترم جمهور الزمالك واقدره، ولكن انا مش مسؤول ولا اتكلمت والله العظيم ثلاثه واقسم بالله انا ما حتى ما شفت اللعبه الا ساعه الانفراد. يعني حتى ما شفتش اللعبه الا ساعه الانفراد، لا قلت اللعيب تلعبه ولا اتكلمت في هذا الخصوص، لان ده مش شغلتي، ده شغل حكم مباراه. اذا كان حكم المباراه هو اللي بيدير المباراه، هو اللي ادى تعليمات للعيبه ان تبتدي، مش شغلي، يعني مش شغلي انا طبعا. عشان كده انا بقول لحضرتك انا كمان يعني بعذر لعيبه جمهور الزمالك ان هو بيلومني، انا ماليش ذنب، بقول لهم ماليش ذنب في هذه اللعبه، ماليش ذنب، لان انا راجل زي ما قلت لحضرتك، والله ما اقسم لك تاني بالله ما شفت اللعبه الا في الانفراد اللي كان حصل. مظبوط. طب قول لي يا كابتن، النهارده التحكيم كان في اعتراض كتير من حضرتك ومن الجهاز المعاون ليك، وبعدين يعني لحد امتى؟ ما هو انا اللي بستغرب لحد امتى. معلش، الفرق الصغيره، الفرق اللي هي مالهاش جماهيريه، الفرق اللي بتعاني الامرين، ليه بنبقى يعني ليه بنبقى عليها؟ يعني ليه بنبقى عليها؟ ليه ما بنداش حقوقها؟ ليه ما بنداش حقها؟ يعني ليه ما بنداش حقها؟ ليه دايما احنا بنبقى حكام ضاغطين على الفرق الصغيره؟ هل عشان الفرق الصغيره النهارده العنصر الجماهيري غايب؟ النهارده العنصر الجماهيري ما هو مؤثر، يعني مؤثر النهارده في مسيره التحكيم العنصر الجماهيري. ولكن اتمنى من لجنه الحكام، اتمنى من كل قلبي ان هي تخلي الحكام يبقى فير بقدر الامكان، بالرغم من كل شيء وبالرغم من حضور جماهير ومش حضور جماهير. لان لو جيت لاحظت النهارده في جماهير، اين لجنه المسابقات؟ ما قالوش عن 3000. اين لجنه المسابقات؟ على العلم يا كابتن، يعني ما انا بقول الاهلي والزمالك بيدخلوا جماهير. ما انا بقول اين لجنه المسابقات؟ يعني اين لجنه المسابقات في هذا الكلام؟ ليه؟ لان نادي اتحاد الشرطه نادي من الانديه اللي يعني ما تقدرش، ما لهاش صيت النهارده ولا ما حدش هيتكلم، مش هيقدر يتكلم النهارده. لو النادي الاهلي بيلعب مع نادي الزمالك ودخل الجمهور، النادي الاهلي يعترض. نادي من الانديه القويه، نادي من الانديه القويه النهارده بيلعب وفيه العنصر الجماهير الكتير، هيعترض النهارده. ولكن احنا بنقول عشان الامور تمشي وكره القدم تمشي، انا قررت نفسي يعني حتى ما جت الجهاز معاهم بقول للجماهير، قلت لهم لا، ملناش دعوه بالجماهير، احنا خلي المباراه تمشي وخلاص. ما اقدرش النهارده اعكر صفه جماهير جايه تحضر مباراه، ما اقدرش اعكر النهارده صفه ان يقول لك اتحاد الشرطه انسحب، اتحاد الشرطه مش عارف مش عايز يلعب، مش عايز. يعني ليه؟ لانه هيجي دايما
مش هتنصب على فتح مبروك اولا واخيرا. وانا دائما بحب اتفادى المشاكل واحب احترم الناس كلها، احب احترم الجماهير واحب احترم التحكيم، ولكن اتمنى زي ما قلت لك من كل قلبي كده ان الفتره القادمه يعني الحكام يبقوا هادين على فرقه اتحاد الشرطه الشرقيه. هتكمل ولا بتفكر تستقيل خلاص ولا لا انت مش من نوعيه انا عاوز اكمل للمعركه للنهايه؟ لا انا بكمل معركتي للنهايه لان انا احترم الناس واحترم مجلس اداره نادي اتحاد الشرطه، لان الناس محترمه بيدعموا الفرقة بكافة الإمكانيات المتاحة عندهم. ولكن أنا زي ما قلت لحضرتك أنا عمري ما أهرب من الميدان أبدا، لأن طبيعتي إن أنا طالما دخلت في مغامرة لازم أكمل هذه المغامرة لحد ما ربنا إن شاء الله يوفقني، سواء إن شاء الله صعدنا وخلينا ده نفسنا في الدور الممتاز أو أي ظروف تانية هتحصل، أنا بكمل عشان الحتة دي دائما بتترك بصمة للمدير الفني إن أنت بتقدر في جميع الظروف بتقدر تشتغل، ما بتهربش من الميدان. وكرة القدم ميدان ميدان، وهتلاقي ان لو انا استقلت او انا هرب سوري في اللفظ هتلاقي في التقطيع كتير قوي 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 في فتح مبروك. هارد لك النهارده وشكرا يا كابتن. شكرا جزيلا ومتشكر للكابتن سيف وكابتن طارق يحيى وكابتن اشرف اسد. شكرا جزيلا كابتن سيف. ده كان لقاءنا مع مدرب الخلوق الكابتن فتحي مبروك. عليك الكلمه كابتن سيف، تفضل.